السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفه كلاسيكيه، يعني كاع البيوت دائما كنلقاو فيها وصفات الكيك، وكان عزيز علينا دائما تكون عندنا شي وصفه ديال الكيك اللي تكون ناجحه. كل سيده عندها الوصفه ديالها اللي كتكون معتمده، وانا بغيت نشارك معكم في هذه الوصفه ديالي. انا نتمنى انها تعجبكم، واي اقتراحات مرحبا. اول حاجه عندي غادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق، ها هو عندي 200 غرام ديال السكر سنيده، 3 ديال البيضات يكونوا الحجم ديالهم متوسط، ماشي دوك الكبارين بزاف، هانتوما على هذا الشكل. هذا كاس صغير ديال عصير البرتقال اللي عصرته وصفيته، او ما يعادل 110 مليلتر، كاس صغير ديال زيت المائده او ما يعادل 110 مليلتر كذلك، كاس كبير بحال هكا معامرش ديال الحليب او ما يعادل 185 مليلتر ديال الحليب. غادي نحتاج الخميره ديال الحلوه بطبيعه الحال، عندي 12 غرام، عندي القشره ديال الليمون الحامض والقشره ديال البرتقال. ملي كنحكو ما كنحكوش بزاف، حتى كي ديك الطبقه البيضاء هي تحك اللي كتعطينا المروره، كنحكو غير شويه من الفوق. غادي نحتاج كذلك واحد المعلقه صغيره ديال عصير الحامض، وبالنسبه للتزيين اختياري يمكن لينا ندير واحد شويه ديال السكر سنيده مع القرفه. دونك صافي، هذه هي المقادير اللي غنحتاجها. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها في طريقه التحضير ديال الكيكه، هي غادي نخلط السوائل مع بعضياتها، يعني عصير البرتقال ها نتوما معصور ومصفي، الزيت، الحليب، يمكن لكم تستعملوا كامل الدسم او اللي خالي الدسم على حساب، وكذلك معلقه صغيره ديال عصير الحامض. هاد العناصر السائله كامله غنخلطهم مع بعضياتهم على هذا الشكل، هذا تينسجموا مع بعضياتهم مزيان. ها حنا خلطناهم دابا، ودابا غنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، وغادي في نفس الوقت غادي ندوز البيض والسكر. السوائل ديالنا خليناهم كيرتاحوا واحد 10 دقائق، دابا غادي ندوزوا البيض والسكر في اي طراب كهربائي كتوفروا عليه. 3 ديال البيضات الحجم متوسط بحال قلنا، من الاحسن تخرجوهم من الثلاجه واحد المده قبل ما تبداو ديروا الكيك، لان من الاحسن يكونوا في درجه حراره المطبخ، ما يكونوش باردين بزاف، كيطربوا لنا بشكل افضل. السكر ثاني داخل نزيدو، ودابا غادي نضيف التطراب. هذه كتشوفوا بقات مستمره في التطراب مزيان حتى كيولي اللون ديال الخليط ديال البيض ديال عفوا ديال البيض مع السكر كيضاعف الحجم ديالو، وكيولي اللون ديالو بحال هكا ابيض. دابا غادي نزيد ديك القشره ديال البرتقال والقشره ديال الحامض كذلك، وغنطرب موراها غير شي شويه، غير نسجموا مع بعضياتهم ونحبس غير شويه. هو الخليط ديالنا ديال البيض والسكر والقشره الحامض والليمون، هانتوما كتشوفوا خفيف واللون ديالو ابيض. بالنسبه لذاك الخليط ديال المواد السائله اللي خليناه يرتاح 10 دقائق، ها هو علاش كنخليوه يرتاح، غير لانه كيعطينا واحد الكيك اللي هو هشيش وكيدوم لنا مده اكثر طري، ما كيبسش دغيا. دابا غادي نزيدوا هاد المواد السائله على داك السكر مع البيض اللي درنا من قبل، غنحركوا غير بشويه. دابا غادي ندوز للدقيق اللي غادي نبقى نزيدو بشويه بشويه، وانا كنغربل فيه ما نزيدوش دقه واحده، نزيدو مثلا على 3 ديال المرات وانا كنغربل كنغربل، غنحرك شويه عاوتاني نزيد الجزء الثاني من الدقيق وعاود الجزء الثالث. علاش كنديرو هكا؟ باش ما يتكورناش، ما يخرجناش الكرات بزاف في العجينه. نزيد الجزء الثاني ونغربل، ونفس الطريقه تنسالي الدقيق ديالي كامل. في المرحله الاخيره اللي غادي نزيد فيها الدقيق، غادي نزيد فيها كذلك الخميره الكيماويه، حتى هي غنغربلها، وغادي نستمر في التحريك حتى ما يبقاو لي لا كويرات لا والو في العجين ديالي بنفس الطريقه.
اذا كنا شفنا ان بالاسباتول مازال باقي لنا شويه ديال الكويرات، كنقلبوا لهذه الفوي ولكن غير بشويه، يعني ما كان ماشي كنطربوا ولا شي حاجه، غير كنحاولوا باش ما يبقاوناش دوك الكويرات. هو الخليط ديالنا ديال الكيك، ها شوفوا كيفاش كيجي، كنحسوا به خفيف ومهوي على هذا الشكل باش تشوفوا القوام اللي خاصو يكون عنده. دابا غادي نجيب واحد لو مول اللي هو يكون اما مستطيل بحال هكا اولا مول دائري كما بغيتو. انا درتو باش نبدل شويه على الشكل التقليدي ديال اللي كنديروا فيه دائما الكيك. كيفاش كتشوفوا هنايا لبست له الورق سلفوريزي وباش نثبتو درت له شويه ديال الزبده باش ما يبقاش يهرب لي هذا لو بابي. اذا ما عندكمش اولا ما بغيتوش ديروا فقط دهنوه بالزبده وكذلك بشويه ديال رشوه بالدقيق صافي. دابا غادي نخويو العجينه ديالنا ديال الكيك على هذا الشكل هذا، ماشي حتى الفوق بطبيعه الحال، ديما كنخليو شويه ديال الفراغ باش غادي نخليو فين غادي يكبرنا الكيك، لان الا درناه حتى الفوق راه ما غاديش يبقى تلقاش الكيكه فين طلع. قبل ما نطيبوه يمكن لي نرش عليه داك السكر مع القرفه اللي قلنا اختياري، ما بغيناش ما نديروش طيب ونزينوه اما بالسكر كلاصي واما باش ما بغينا. دونك غادي نطيبوه في الفرن اللي سخنا على درجه حراره 175 حتى 180 درجه واحد المده ديال 35 حتى 40 دقيقه. على كل حال مدو ديك 35 دقيقه غادي ندخلو فيه واحد الموس ولا بيك فخوي ولا هادي وكنشوفو الا خرجنا يابس راه صافي هو هذاك. الا شفتو انه باقي له الطياب باقي ما طابش وبوليني بدا كيتحمر بزاف من الفوق، شنو كنديرو؟ كنغطيو عليه بالبابي الومنيوم وكنخليوه يكمل الطياب ديالو حتى كنحسو به طاب تماما. الكيكه البرتقال هي وجدت، كنخليو عليها انا سرقت لي تقريبا في الفران واحد 35 دقيقه، غنتسنى عليها واحد نص ساعه قبل ما نديمو ليها وغنقدمها مقطعه طريفات يعني مربعات، اولا يمكن لكم تقدموها هكا تغبروا لها الوجه ديالها بالسكر كلاصي او تين كيبقى على حسب الذوق. نتمنى انها تكون عجبتكم هذه الوصفه وانكم تجربوها، وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.